حضرتك قاعدة ليه كده في الشارع؟ عشان قاعد عشان الأستاذ عادل لبيب هد بيتي. والأستاذ عادل لبيب محافظ اسكندرية؟ محافظ اسكندرية. يهدي لك بيتك ليه بقى؟ قال لك جاي أمر من الوزارة البيت دي كلها تنشال الإيجار، ما كانش قديم. قلت له يا باشا أنا قاعدة فيه، ده بتاع أمي ملكنا. قال لي أديكي شقة لوكس و60,000 تعويض. تمام. ما خدتش حاجة ورماني الرمية دي، وكل ما بعت حد يجيب لي أكل ياخد الفلوس ولا جنيه عشان مشلول. وإيه اللي شل حضرتك؟ الزقة. لما عندك بنت ورين وبعدين تكرم الرمية دي كده، ما حدش عارف أنا قاعدة ليه ورماني الرمية دي، وأعمل إيه؟ ربنا يخليك يا باشا. وحضرتك بقالك كام سنة مرمية الرمية دي؟ بقالي سنة. سنة كاملة؟ سنة. وشمعنى المكان ده عند المستشفى الميري هنا في اسكندرية اللي المحافظ يقعدك فيه؟ هو قعدنا هنا. جابني وقعدنا هنا، وأنا طبعا خفت. ده باش متزعل كحيت ونشليه طبعا. باشا محافظ اسكندرية، وانا واحدة اكلمه كده الاحترام حلو يا باشا. تمام. طب انت عندك حمام في المكان اللي انت عايشة فيه ده؟ ده هو. لا، بتيجي واحدة تاخدني بعجل انا مشلول. ده كل يوم جنيه يا اتنين، وتوديني التولد الصبح وبالليل. طب انت عايشة منين؟ بتاكلي منين؟ بتشربي منين؟ بتجيبي فلوس منين تعيشي بيها؟ بعت دهب امي وانا كنت خياط. وكان معايا 4 خواتم بعتهم وحلق، وبعدين الازاله جت خدت فلوس امي. امي كانت ولا ما اخده من الارياف، كان عندها ارض وبعتها وحتى الفلوس. جت الازاله خدت حلق امي بتاع فلاحين كبار كده وخدت الفلوس كلها. اصوت يا باشا شهاده الميلاد، شهاده الميلاد البطاقه، جايبين 40 رجاله كتير، وحط الفلوس والحاجه كلها في العربيه. ايوه الحاجه. تمام. وانا مشلوله لا عارف اصوت ان حد ينجدني، ما حدش راضي ينجدني. انت بقالك سنه مرميه الرميه دي؟ رميه دي لا بنام لا ليل ولا نهار كده. طب انت ايه اللي عايزاه دلوقتي؟ اللي عايزاه اديني شقه. تمام. يعني انت كل طلباتك في الدنيا شقه هنا في اسكندريه تعيشي فيها؟ ايوه. امال انا يعني. حضرتك عندك كام سنه؟ والله يا باشا انا قلت لك 200 سنه اكون كذاب. هو خدوا شهاده الميلاد والبطاقه. وانا قلت لك مين اللي خد منك شهاده الميلاد والبطاقه؟ الازاله. بتوع الحي. وخدوا فلوس امي وخدوا حاجات ليا ياما قوي. وبعدين جايين الاسبوعين اللي فاتوا قلت لهم انتوا خدتوا كله. رد واحد قال له يا اخي احنا خدنا 3 مرات من الحاجه. ولسه مشكلتك ما اتحلتش من سنه وانت مرميه في الشارع. طب تصدق والنور اللي على وشك ده، انا كنت بعيط من الجوع اول امبارح ان حد يقضيني، واديت لهم الفلوس خد الفلوس وهرب. بقيت اعيط جعان. مليون ولا قاعده يومين من غير اكل. قلت له النبي يا استاذ اخر شياك، ممكن تجيب لك الفلسطين وبكسوها اعمل ايه؟ وخد الفلوس ومشي. كل ما بعت حد يجيب لي حاجه ياخد الفلوس ويهرب. ده لان حضرتك مشلوله ما بتتحركيش فبياخد الفلوس ويهرب. حتى بعت اجيب ازازه الميه، كنت الاول بجيبها ب4 ب3.5 جنيه، قالوا لي ب5. اللي بيروحوا يجوبوا وياخدوا الفلوس، وعايشه عيشه معالم بيها الا الله. بس ربنا هيسامحه يا باشا. تمام ان شاء الله باذن الله مشكلتك هتتحل، وربنا يقدر الدنيا، واللي يقدر يساعدك يساعدك ان شاء الله. بص اقول لك على حاجه طالبها منك. اتفضلي. كنت عاوز تعمل خير. اتفضلي. انا طبعا مشلوله ما بشتغلش. تمام. ولا ام ولا اب ولا اخ ولا حد في الدنيا الا اللي فوق. تمام. عاوز اعمل معاش. ممكن تعمل لي معاش؟ انت قلبك طيب. طيب ان شاء الله باذن الله. اقول لك شهاده الميلاد امتى بقى؟ بعت اعمل في البلد واحد يعني هنا، يعني واحد فعل غير زيك اديته 50 جنيه
وقال لها اعملها، عاوزه معاش ضروري، اما لك منين؟